السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف حاجة بسيطة، لو احنا عايزين مثلا نعمل ممر أو نوصل بين شكلين في الماس، هاجي هنا أقول له ماسنج أون سايت وأقول له امبليس ماس وأبدأ أختار اسم الماس. طيب ممكن سواء في ال 3D أو في البلان أقول له أنا عايز أعمل دلوقتي إيه، مثلا خط، فأقول له وريني الحاجة اللي احنا هنرسم عليها أهوت. هنبدأ مثلا نعمل مثلا قوس بالشكل دوت أهوت، واخليه بالشكل ده. عايز بقى ارسم اي شكل هنا واي شكل هنا ويبدا هو يوصل بينهم. طيب اول حاجه لازم اعملها ان انا اخلي الحاجه اللي تتعمل على النقطه ديت، فاجي هنا اقول له ست وابدا اقرب من النقطه ديت. دلوقتي اي حاجه هرسمها هترسم على الورك بلان دوت، فممكن ترسم مثلا قوس مثلا بالشكل دوت، مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت. عايز ارسم الناحيه الثانيه هقول له ست واجي هنا واقول له ارسم لي الناحيه ديت، واقول له ارسم لي القوس بالشكل دوت. اهو، وبعد كده ابدا اعلم على الاشكال ديت واعلم على الخط ده برضو، تمام، واقول له كرييت فورم، فيبدا يعملها لي بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت عليه وتقول له ديفولت سيرفيس فيبدا يقسمها لك. طيب ممكن تيجي هنا وتبدا تحط له باترن معين، وليكن مثلا حاجه بالشكل دوت، وتبدا تتحكم في الارقام بتاعتهم، تطلع معاك حاجه بالشكل دوت وهكذا. تقول له فينش ماس، تظهر معاك بهذا الشكل.